عليكم. اليوم الحد ديال العروي، العيد الكبير، الضحيه، الحولي وصل 250 320، والناس تدور هنا في الجوطيه، والجوطيه مزهره مع عباد الله، والناس ديال الخارج دخلوا جوج باطواس عامرين مع الناس هنا تتسارى، والسوق راه عامر شويه، ومازال السوق ما عامر، جاب راه شويه بحرا غادي تعمر. ايوا شويه ومينو عرواج دون قيس ديال يمات بنادم يلها الا كذو حوري توارد، الهم النس الوحيد هو اللي صغى حوري ديال يمات، ما كاينه قش تلقى كلشي توارد، سوارس نيو انا زن سوارس اقش الشغري يسقى راقش السرع ثاقش وتجي وهي صغيار زون راس مارو هي ذن السيف شاعات. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله، من داش غيني غاقف بعينو عندك هنا قش قا يتفكى الكراس مار يتفكى راقش، مازال قش راس مار الوثي ديال الريع والله لا قش. ايوا قال لي حسن عاون 850000 راس مار قش اذا تا كاين وثي ديال السيف، الله يحسن عاون وراد بوبري خمس والو. ايوا حاليا حنا في السوق الاسبوعي، وكما كتشاهدوا بان السوق راه لا اله الا الله محمد رسول الله، المواطن مضرور من ناحيه المازوت محروقات، ما بقاش عنده الانسان باش يقدر يتسوق، لان راه مصاريف كثرات وتزاد علينا شويه ديال المحروقات، يعني الانسان كان كيتضارب غير مع المصاريف ويتعاون شويه. دابا القضيه راه كما كتشوف مع زياده الاسعار راه حاله ما كتعجبش. قلنا خص صباح لله يودا المساكين السول خش عندها كيسن كسين سن حوايج بلا فرصه. من هي من هذه؟ لي سروان بلا فرصه المخزن والو، راح نيودا 8 يودا راح عندك راه كوليج نارزين بلا بريسا كوليج 8 يجن كثير ترموس، وراح نغاس اني قرص وجه دار مي قرص يقرص يقرص ما تهدرش معايا يقرص، راني خدمت بالليل انا السيرفيس ما تهدرش معايا حتى لتسعود تسعود قضينا حاجه السرع يقولنا حد كريسان كنا 8 حد رزينا زجاج طوبين حد امانيا سحب رواق ودوك سنا يسيورني على الشابن يشفاني مقران ديالي زنوزان زنوزان عطور قرص قرص زنوزان الدواء اري غراق وبعينو اسقوس السيغ نعيد ولا لا والله العظيم ما زال عاد من دغيا ويا سيدي ربي ان شاء الله ومخير عاد يتفكر ايوا اري غراق ايوا حوري دموشي قاره شريت 150 الف 400 الف الله يحسن عاون بنادم يعني الخدمه ثوالو انا ميا زغ خدمه ثامو 200 دور وتيتي في شاق وبعين الله يحسن عاون زعما ايوا انت شكاري كني كان نطار شنو غسير بوق نتخشى انا ومينو نهار جب غادي الدار نهار جب ليش فان عاود انت شان ديك ليش فان كاين هايك من هنا تنتي زو سير بوق شكا ما خش هاد الدار تخش تهرجل والو والو صغيون ايوا انا دمون والو المخزن مخازنيه والو جدار ميه والو ودي غينظفن السوق والو ما نمشي تما من جرينا والو النظافة والو غينظفون والو ثمانية تخدس كلشي نعم اساسي كلشي تخدس كلشي رخو باش خان غتيني على الشاب ندي شبار والو يا عشاء شبار ندي عيونا خاص نيسين والو ولا ديش سوا الطاس سوا الطاس اصاحبي سوا الطاس ومنين كان نهار جوف وش عارف حتى تحت غير حبس تكتب بنادم ها كما انا يفتح على بيت المخزن ودي بونش المخزن والو المخزن والو ايش فار نسسي ما قلت لك ديك سيف حشن بالسيف ما انا نشيت بروبي شال الرزون انا وير قوس نور ما حنجاني ذا الداد واني وانا زوبنا واش تجيجا. وبالنسبه للحولي الحولي اخي العيد باقيين حاليا حنا ولو العيد هو ما على الابواب ما كنفكروش فيه لان الماديات ما كانش يعني المدخول اللي بانك باش غادي تحاول بانك تسول على الحولي ما انا حاليا الان باقي ما كنفكرش كاع في الحولي واش غنشري ولا ما نشريش في يد الله وراه كاع الفكر واحد يعني انا راه ما كنهضرش غير بالاسم ديالي راه يعني راه يعني حنا في الاسواق يعني عندنا يعني كنخالطوا الناس كنجالسوا الناس كنسمعوا الاحداث ديال المواطن الاضرار اللي كينضر بها والله يلطف بينا والله يدير شي تاويل ديال الخير. التجاره دابا مع هاد العواشر غادي تحرك دابا وفين تحيد العواشر غادي تموت القضيه وغدا وكاك فهمتي والتقديم راه غادي مزيان وحنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى والعواشر والعيد الكبير والناس المواطنين كاملين ان شاء الله والناس والناظور والمغرب كامل القويره كامله من الجديده من وجده حتى الصحراء حتى الداخله. والسلام عليكم. والمشاكل ديال الشفاره راه ضروري لان راك عارف بحال البارح حنا كنتسوقوا السوق ديال سلوان سلوان ناضت فيه واحد الاشتباكات ديال شي شباب متطفلين
وملهوسين ومخدرين وكيضربوا المواطنين في السوق مع الصباح. الناس مشات ضاعت لهم السلعه ديالهم، ضاعوا لهم بزاف الحوايج. غير البارح في سلوان هادشي وقع، يعني راه فوق شي 6 ديال الشباب اللي ناضوا كيضربوا في الشعب، كيديو لهم في الرزق ديالهم. عدد منهم اللي راه مضروبين لدابا راه مبليسين. والسوق كما كتشوفها والحالة تاع السوق نفس لا لي مشوز، السوق سوا كاع بحال بحال، ماشي غير نقولوا هاد السوق ولا كل شيء. الاسواق راه حنا في واحد الحاله اللي مطالع بها غير ربي. كاينش الامن؟ ماشي ما كاينش الامن، ماشي ما مشكله ديال الامن، المشكله حتى الشعب ولا متخوف، راه ولينا حنا متخوفين. دابا ما تقدرش تهضر مع شي واحد ولا وليتي كتشوف بالتعدو، ما تقدرش تهضر. الا مشيتي للسلطه، السلطه يشدوك يديروا لك محضر، يطلعوك سيم وجيم ويبطلوك على الخدمه ديالك، واللي هما كيبحثوا معاك انت، ماشي كيشوفوا المشاكل. يجي عندك يسولك يقول لك اودي شنو من المشاكل اللي عندكم؟ ما عمر شي واحد جا سولنا قال لنا اش واقع لكم في السوق ولا المشاكل تاع السوق ولا اشنو واقع ولا ما كانش كاع. السلطه ما عمرها جات سولتنا، يعني اللي بغى يسرق يسرق، اللي بغى يخطف يخطف، اللي بغى يجريسي يجريسي. وبحال البارح، البارح راه واحد الفوضى ناضت كبيره في سلوان، فوضى كبيره. وفينا هو السلطات ما جات حتى الناس ضربات. وواحد الصديق ديالي انا تهرس له الصبع ديالو وخشاو ليه الطرنوفيس من هنا من اليد ديالو، تقبوا ليه اليد ديالو. راه والدابا ني راه باقي في المستعجلات لدابا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يهدي الشباب والله يهدي الناس. وهادشي شنو اللي كيديروا راه الازمه، راه نجيو نهضروا واقعيين. راه اللي كديروا راه عدم التشغيل، ما كاينش التشغيل، ما كاينش الخدمه. مليليه اللي كانوا يخدموا فيها كيعيشوا منا بنلعوها. ايوا هاد بنادم اش غادي يدير؟ هاد الشباب اش غادي يدير؟ دابا الشباب راه كيفكر المنطقه الريف والشمال الشرقي كامل. الشباب ديالو دابا الحل الوحيد ديالو جوج حوايج، الحل الوحيد كيفكر في الهجره، او كيفكر بانه ينتحر ولا يمشي يقتل شي واحد يمشي للحبس. هذا هو التفكير ديالو. ايوا هادشي اللي كنطلبوا حنا، كنطلبوا الله الله يدير شي تاويل ديال الخير والله يهديهم والله يوفقنا لما فيه الخير. والسلام عليكم. في حوري غادي نقام خان غادي عيد ان شاء الله، صابر خارج ودفن سحار قنان غو منو عزمين كذبش عليك. قال يا حوري المخير هذه عيد 15 16000 كيلو العيد، وهذا سوره دار ذرقه وارق. انا ضايعين اخويا يوسف، يا خلنا يا شقي على الله اخويا يوسف، شقي على الله هذا يا ربي. ولكن كوريجن دار رزق الناس، كوريجن السوق ودو ما ينو والو، باركي والو، كلشي والو. انا عايز سيميش والمرن وفين عاد نيخشاني قزين ذا ذي هارقاني موحي.